هذا مقطع لاخونا محمد الطواله اللي موجود عند الاعداد ومعاه عذره انه ما يحضر الفقره. ايش تقول ابو ناصر؟ اول شيء ما شاء الله تبارك الله المقطع هذا ملي من انجازات اخونا محمد الطواله ويستاهل ابو فلاح. يستاهل. الله يعطيكم العافيه يقرب دعمه ولا يهيكم يبيض وجيهكم. محمد اسمه مشغول عنده شغل عند الاداره ولا يقدر يحضر الفقره ويعتذر منكم والله يعطيكم العافيه والله لا يضيعكم ان شاء الله تعب يستاهل ابو فلاح كل غانم ان شاء الله. يعطيك العافيه ابو ناصر. المقطع اللي بعده حاتم. احنا فعايلنا عليها تقارير علومها يوم النهاية تجيكم الف مبروك يا مازل بالمسمر. الاسم هذا من ثقله تهتز القرية. الاسم هذا له ثقله ومكانته ونجوميته وحضوره الفارق مهدي المسفر. تستاهل المسفر. ايش حاب تقول؟ اقول بيض الله وجيههم، بيض الله وجيه فريق الدعم. واللي وصلت له انا او احد اخواني وعرض في مقطع ذا هذا كله بفضل الجميع. والله ما هو بفضلنا لحالنا. هذا اللي انا بقوله. مهد لولا اخوياه اللي معه اللي حبوه حبهم وقدروه وقدرهم ما وصل للنجاحات. وانا اشوف ان كل هنا ناجحين ومبدعين وهذا كله بتكاتف الجميع. اي انجاز يسويه الانسان هنا والله ما سواه بنفسه، سواه بفضل الله ثم اخوياه كلهم. وسلامتكم. مثل ينعاد المقطع. انت كبير النسخه لازم ينعاد في المقطع. انت الوحيد اللي يسمح لي ينعاد المقطع. صغير النسخه ترى. صغير النسخه كبيره قدرا وكبيره عمرا. يا سلام. اعطونا مقطع مهدل يا اخوان عيدوه. احنا فعايلنا عليها تقارير علومها يوم النهايه تجيكم الف مبروك يا مازل بالمسمر. الاسم هذا من ثقله تهتز القرية. الاسم هذا له ثقله ومكانته ونجوميته وحضوره الفارق مهدي المسفر. ما في شيء بعيد خل عينك على القمة القمة من جديد. سهل ابو مسفر. تستاهل وطيب. يعطيك العافيه. هذا كله بفضل الله وفضلكم كلكم. الله يطول عمرك ابو مسفر. ها حاتم. باقي عندنا مقاطع. بسولف مع مهذل. 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 انا سالت الربع كله مريت عليهم. 87 يوم مرت علينا هنا، وش حاب تقول فيها؟ اقول الان ان في وقت ان ما ندري هو اننا نفرح ان بنخلص ولا نحزن عشان ان شاء الله ذا الله كلهم بيروح لديرته. لان ان شاء الله كل بنجتمع، لكن زي الاجتماع اللي في القريه نقوم مع بعض ناكل مع بعض نستانس نزعل مع بعض نتهاد مع بعض نضحك عقبها مع بعض. هذه ما هذه يا طويل العمر هذه اللي بنفقدها، وهذا الشيء اللي يحز على الخطه. لكن الشيء المفرح ان عرفنا الريجي ذا وكسبنا رؤوسهم. الشيء الثاني انا من هذا المنطلق رجال فحصه لك برنامج واقعي ثلاث شهور ونجح معك وظهر معك، هذا ما عاد بك خاسر حياتك كلها. صحيح. لان مرينا انا بامور كلكم تعرفونها في ذا البرنامج. صحيح. فالرجال اللي انجز معك وظهر معك وقعد على قوته هذا مكسب لك عمرك كله. انا اشهد. بيض الله وجهك ابو مسفر هذا الكلام. طيب حاتم عطنا مقطع.